ما شاء الله شايفين يعني حب واحترام كبير بيجمع بين لاعبي 2003. كنت بسألكم قبل الفاصل عن زيارة الكابتن محمود الخطيب يعني الصبح الساعة 5 الصبح ولقيتوه متواجد في الملعب، شعوركم بقى؟ يعني دي أحلى المفاجآت اللي ممكن صورة معانا على طول. يعني بصراحة اليوم ده كان يوم جميل جدا، كابتن محمود الخطيب يجي بنفسه الصبح بدري ويتفرج على التمرين كله لحد الآخر ويستنانا ويقف يتصور معانا برضه. يعني دي حاجة بصراحة كبيرة بالنسبة لنا، لأنه أسطورة النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب طبعا مش إحنا نتكلم عليه ولا نقول أي حاجة، إحنا بس فرحانين بوجوده وسطنا في اليوم ده يعني بجد. زيارته كانت مهمة يا ميدو. اكيد طبعا كابتن بالنسبه لنا احنا يعني حاجه كبيره بالنسبه لنا كابتن محمود الخطيب، لاي حد بيتمنى ان هو يشوفه ويسلم عليه، فدي كانت حاجه كويسه بالنسبه لنا احنا وحاجه كبيره. ان بعد يعني هو جالنا في وقت برضه بعد ما الاهلي تاني يوم الاهلي خسر الدوري، فدي حاجه بتدل ان هو ما يعني القطاع برضه مهم بالنسبه له. طبعا في اهتمام كبير بالقطاع السنه دي ودعم وكمان اهتمام بالفرق السنه اللي فاتت برضه يا كابتن. بصراحه يعني القطاع يعني اتغير في حاجات كتير كويس. كابتن خالد بيبو موفر كل حاجه بصراحه، طبعا من لبس المعسكرات لكل حاجه الملاعب، يعني احنا بنشكره عليها وبنوعده ان احنا ان شاء الله يعني نبقى حاجه كويسه يعني تفيد الدرجه الاولى باذن الله ان شاء الله. اخيرا بقى ميدو مدين عقود مع النادي الاهلي؟ يا كابتن السنه اللي فاتت احنا مدين. تمام، امنياتك بقى مع النادي الاهلي؟ اكيد طبعا، يعني السنه دي بنسعى ان شاء الله ان احنا نطلع نتمرن مع الدرجه الاولى ويبقى لينا دور، حتى لو هنطلع اعاره ونرجع تاني النادي، يعني ان شاء الله ده طموحنا يعني السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله. اكيد طبعا يا كابتن، اي حد يتمنى ان هو يلبس تيشيرت النادي الاهلي في الدرجه الاولى، ودي حاجه تبقى كويسه بالنسبه لنا، فاحنا نتمنى ان احنا ناخد اي فرصه هتجيلنا هنمسك فيها ان شاء الله باذن الله.